انتهت فرصة عيد الفصح وعاد الأساتذة المتعاقدون إلى حراكهم المطلبي المعتاد. أمام مبنى وزارة التربية اعتصم عدد منهم، رفعوا الصوت مجدداً وطالبوا بالتثبيت العادل والمنصف وبدفع مستحقات المتعاقدين من الدفعة الثانية، وكرروا مطلبهم برفع أجر الساعة بما فيها أجرة ساعة ما بعد الظهر لتعليم السوريين وبحقهم بالطبابة وببدل النقل، إضافة إلى احتساب كل ساعات أيام الإضرابات والعطل القصرية. طلعنا قابلنا المستشارين بوزارة التربية وسلمنا مذكرة اللي هي بنودها على التالي. أول شيء هذا المتعاقد أيضا صاروا شهرين ونص ما قبض مستحقاته، اتفقنا نحن وياهم على أنه يصير في تعجيل بقبض ودفع المستحقات. نحن تلقينا وعود أنه رح تنبضى عقودنا على أساس مقابلات شفهية بتقيم إذا نحن كفؤ لحتى نكون منعلم أو لا. بس السؤال، هل نحن أوليناكم أنكم تكونوا زعماء لألنا وأعطيناكم أصواتنا من أول شيء من باب إنكم تحفظوا لنا كرامتنا قبل ما تحفظوا لنا لقمة عيشنا؟ أول شيء انتهكتوا لنا إياه كأساتذة مستعان بهم نحن، مش متعاقدين ولا ملاك. وأكد المعتصمون استمرارهم في تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.